السلام عليكم. هذا مركب سياحي رائع بطراز عصري تم إنشاؤه بولاية عين تيموشنت، ونلاحظ هنايا أنه المعمار من نوع لايف ستايل، يعني بنايات أرضية زوج طابقين، وفيه مسبح كبير، وهو يعني كبير يعني ياخذ مساحة كبيرة شاسعة، وطراز ديالو عصري رائع. نتمنى المزيد من هذه المشاريع على الساحل الجزائري يعني تعزيز العروض، وكذلك لخلق جو من التنافسية في ميدان يعني لو سيرفيس الخدمات. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.